أقيمت في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة الحصن بمحافظة إربد، أمسية روحية عن راحة أنفس الذين توفوا بسبب الأحوال الجوية التي سادت المنطقة خلال الأيام الماضية وما نتج عنها من سيول وفيضانات. شهد الأمسية شخصيات دينية ورسمية من داخل البلدة وخارجها. التفاصيل في التقرير التالي. حتى ولو ما شيت في وادي ظل الموت فإني لست أخشى شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزياني. هللويا. في بلدة الحصن شمال الأردن ومن كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك، قدمت جوقة الكنيسة أمسية روحية بعنوان أطفال الملكوت عن راحة أنفس الذين توفوا بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي سادت المملكة خلال الأسابيع الماضية. في بداية الأمسية التي حضرها النائب الأسقفي العام للأبرشية الأرشمندريت بسام شحتيت والأب الأرشمندريت بولس حداد والنائب وائل رزوق والشيخ مصطفى أبو رمان وبحضور أبناء الرعية وأخوية الكنيسة، قدم قدس الأب الأرشمندريت خالد شعبان كلمة رحب فيها بالضيوف وأهالي البلدة الذين أتوا ليشاركوا أبناء الجوقة بالصلاة للأطفال الأبرياء الذين استقبلتهم السماء. كما أضاف الأب شعبان كلمة روحية عن الأحداث العالمية التي نعيشها وكيف علينا كأبناء الكنيسة أن نقف مع المعوزين والمحتاجين والأرامل كما علمنا الكتاب المقدس. إلهي هبني وفاء الروح، إلهي هبني خشوع الثلوج، إلهي هبني أن أعيش ما تقول. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. إلهي هب لي رجاء انتعاشا، إلهي هبني أن أعيش ما تقول. تلت الكلمة باقات مميزة من الترانيم الروحية والمزامير لأعضاء الجوقة الذين ارتدوا الشماغ الأحمر تضامنا مع أطفال الأردن بقيادة المرنم وسام طشمان، حيث أحيت الجميع في أجواء من الصلاة والروحانية. طفل أريد القادة يا أغرى.
القوم فقد أهلكتني وأخذت عمري بسبل الأنين. لماذا يا مطر؟ هل جئت لنا خيرا أم جئت عازما أهلا لتكفيني؟ ومن ثم اختتم الأب شعبان بمعاونة الآباء الكهنة صلاة جنائزية عن راحة أنفس الأطفال الأبرياء الذين انتقلوا إلى السماء في حوادث الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد مؤخرا. لا تخافوا علي، لا تخافوا علي، إني بمأمن وأكف الخالق الخلاق تحميني.